القوه تنحس بواحد القوه ربي اللي عالم بها ان خوتي المغاربه واقفين في ظهري ومابقيتش خايفه فرحت شوف الزروه اللي قداش تبارك الله شد اخويا داك القرع هزو من عرق ودير ليه الزحف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي اخواتي لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باش ما تمنيتو يا ربي. موضوعنا اليوم دائما مع اكرام بلانوفا اللي شفتوا اللقاء اللي كان البارح ومن بعد ما تبعنا معها وداكشي وشفنا كلشي يعني شنو تقال شنو وقع شنو غادي يديروا شنو ما غاديش يديروا. كاين شي فيديو ان شاء الله خاص اللي غادي يتحط وداكشي باقي ما شفناش. راكم تبعتوا معنا كلشي الموضوع نتاع اكرام بلانوفا الورده تبارك الله اللي كانت ورده اللي رجعت كما كنقولوا ورده ودبالت مسكينه اللي بقات فينا كاملين حنا المغاربه وحنا متضامنين معاها كاملين ودايرين اليد في اليد حتى ان شاء الله ربي يدير لها شي تاويل نتاع الخير ولا حد الساعه نتمنوا لها الخير ونتمنوا ليها تكون بصحة جيدة. علاش خوتي خوتاتي بعد ما البارح اللي كان داروا بزاف د المواضيع راكو عارفين الهضرة من كدور في السوشيال ميديا والأخبار والفيديوهات كينتقلوا كلهم للزوج ديالها لذاك العنصري لذاك الشيطان اللي كيدوزوه ليه كل شيء يعني ومن المشكله واللي غريب في الامر كيترجم ليه من عند المغربيات بنات عمها. هادو انا بالنسبه لي انا ما كنحسبهمش مغربيات حرات كنحسبهم الا حاشا وجهكم وعزكم الله الا مسخات وما كيصلحوش نهائيا. بنت بلادكم هي بنت بلادكم ورغم داك السيد العنصريه ورغم اللي عنصري ويعني وباينه فيه كترجموا ليه وكيحسد لهم تما اللي على إيه هو اللي عنده الخير وغادي يهزهم ومانيش عارفه ورغم ذلك ما غادي يربحوا حتى شي حاجه اي كيضربوا في بنت بلادهم على والو. خوتي خوتاتي بعد ما البارح اكرام بلانوفا صرحات في واحد تصريحات نتاع في الانستغرام ديالها في يعني في الحساب الخاص ديالها اللي قالت غادي تنقل لينا ستوريات اول باول من بعد الاخوه اللي مشاو عندها البارح من بعد ما غادي يتقابلوا مع الزوج ديالها عنده في الدار طات لهم لادريس باش يمشيو لعندو وطلب باش يشوفهم ويهضر معاهم ويتفاهموا بلاتي هي احسن. داكشي اللي باغيه هي مسكينه هي طالبه استلميه ما طالبه حتى شي حاجه ولا تضر ولا شي حاجه هو اللي كيقلب يضرها هذاك الزوج هو اللي كيقلب يضر. كما شفتوا معنا البارح الاتفاق اللي كان بين الاخوه اللي مشاو عند الاخت اكرام والاخت اكرام اللي كانت سرداتهم عند الزوج ديالها باش يتفاهموا معاه بلاتي هو احسن. وكما قلت لكم هي مسكينه طالبه استلم ما طالباش توصل معاه شي مواصل اللي هي خايبه هي مسكينه باغيه صحتها وباغيه تستقر بوحديتها ما تبقاش في داك الحكم وداك الضغط اللي هي عايشه فيه. راه ما بقيناش في عهد الجاهليه في داك الضغط وداك مسكينه اللي عايشه في داك الازمه النفسيه اللي عايشه فيها ما بغيناهاش ليها كما عرفتوا كاملين. ولكن بعد الاخوه فاش مشاو عندها كما قلت لكم ومن بعد هي صرحت في حسابها الخاص مي هذا النهار ما شفنا حتى شي حاجه يعني الصمت ولا الاخوه اللي مشاو لعندها يعني اللي موالفين ما شاء الله باللايفات بلا دائما على السوشيال ميديا دائما كيعطيونا الجديد دائما كيعطيونا شنو وقع شنو كاين لهذا النهار ما شفنا حتى جديد. يعني بعد الناس كيقولوا راه مشاو عند القراع وراه عيط لهم الشرطه يعني دار لهم شي لعبه
الله اعلم احنا ما عارفين حتى شي حاجه، ولكن متبعين الامور ومتبعين الموضوع بجديه، يعني متبعينه بجديه باش حتى نشوفوا هاد الملف فين غادي يوصل مع اكرام. حتى اكرام اللي مالفا مسنستنا بالستوريات كل نهار ستوري، ملي رجعت شويه في صحتها ورجعت شويه مزيانه ستوريات يوميا 6 تاع الصباح كتحط لنا ستوري. لكن اش غادي نقول لكم، هاد النهار لا خبر ولا كما كيقولوا لا خبر ولا درايه. نتمنوا لها الخير ونتمنوا ان شاء الله يكون الخير، ونتمنوا الاخوه اللي مشاو يساندوها ويعاونوها يكونوا بخير وعلى خير، وما يكونش وقعش يعني شي مشكل معوص. لاني كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي، لاني باش تمشيو تفهموا طالب واحد الناس تمشيو تفهموا مع عندهم الدار ديالهم راه شويه صعيب، راه الا جيتو تشوفوا من الناحيه القانونيه راه يعني مشاو هما عندو الدار. نتمنى ما يكونش وقع شي مشكل معوص، وهذاك شويه الجوج ديالها شويه عصبي وراكو عارفين شويه عنصري واللغه قليله. دونك نتمنى ان شاء الله يكون خير. هو من الاحسن الانسان فاش تكون شي مع شي انسان اللي بحال هاد اللي ديجا داير القوالب ودارهم مع مرته ومت ولادو وما رحمهاش، يعني كما قالت اكرام دار معاها القوالب نتاع الدنيا والدين، دار معاها القوالب نتاع يعني قانونيا بغى يدير معاها دوك القوالب باش يغلب فيها. ولكن الحمد لله كما قالت اكرام دائما ربي معاها، ودائما ان شاء الله غادي يكون ربي معاها، وحنا مسلمين دائما ربي معنا والحمد لله والشكر لله. ما نتمنهاش طيح في شي مشكل يا عويس، وسورتو بمناسبه المرض ديالها باش ما تزيدش مسكينه تزيد تعقد. كما قالت هي قالت لك نعيا ما كندير الكوراج، ونعيا ما كان كنشجع وكندير الشجاعه، ولكن ملي كنشوف قالت لك مين كيدير لي شي حاجات اللي صعاب اللي ما قدرتش تسرح بيهم، راه اكيد خوتي خوتاتي يعني راه ماشي نجي فم وقول، يعني ماشي يرحل الكاميرا بدا كتهضر، راه كاين شي حوايج اللي ما كيتقالوش، وراه كاين شي حوايج اللي ما كانش خصهم يتقالوا البارح. الا على فكره يعني الا تبعتوا ستوريات نتاع البارح اللي داروا الفيديوهات نتاع البارح، راه كاين شي حوايج اللي ما خصهمش يتقالوا. بحال مثلا فاش قالت راه كيسمع الاخوه جايين في الطريق من باريس جايين عندي باش يساعدوني، فهو فالزوج راه خاف، راه هاد الكلمه ما خصهاش تقولها لحقاش داكشي كيتنقل ليه اول باول من عند ولاد الحرام. بهاد العبره هادي من عند ولاد الحرام، وديك البنت مسكينه قاعده كتدمر، والاخوه ما مشاو الا باش يساعدوها. ونتمنوا ليها ان شاء الله يلقاو ليها شي حل في مقاريب، يعني وشي حل سلمي بلا مشاكل بلا صداع، وحتى على دوك الوليدات باش ما يتدمروش. راه حتى النفسيه ديال الوليدات راه واخا الوليدات الصغار ما كيبينوش، ولكن راهم يتدمروا في النفسيه ديالهم الداخل ديالهم، باهم في جهه وامهم في جهه، ولا اله الا الله. ونتمنوا اكرام تكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونتمنوا الاخوه كذا وكذلك، والله يسمعنا خير، واول ما يكون شي جديد احنا معكم ان شاء الله. ونتمنوا كما قلنا لكم خوتي خواتاتي، نتمنوا الامور تكون ماشيه على احسن ما يرام، وتكون الامور بخير وعلى خير، والاخوه يكونوا بخير وعلى خير، واكرام كذلك. يعني حتى باش النفسيه نتاعها مسكينه كما شفتوا معنا البارح كانت فرحانه، والنفسيه نتاعها تبدلت، يعني نقدروا نقولوا 100% تبدلت، وكانت فرحانه وواحد الفرحه اللي ما تصوروهاش. علاش؟ هي مسكينه ما باغيه حتى شي حاجه، باغيه الا صحيحتها. ونتمنوا ربي يديرلها ان شاء الله شتا ولد الخير، وحنا متبعين معاها ان شاء الله. اول ما يكون شي خبر على اكرام ولا على الاخوه رحنا غادي ننقلوه لكم ان شاء الله، ونجيو نعاودوه لكم كما هو. يعني ما حنا ما كان ماشي غير كنجيو كنخرجوا الخبر الا ما كناش متاكدين منه، يعني كلشي على المصداقيه، وما كنجيبوا لكم الا الخبر الصحيح والحقيقي، يعني ما فيهش تخربيق وهادي وهادي كما كتعرفوا. ونتمنى وان شاء الله يا ربي تسمعنا عليهم خير، وان شاء الله مع عرفتوا كانت طريق طويله ومتعبه
وهذا نتمنى يكونوا إرعية ويعني خداو إنبوز تاع الراحة. ولكن بعد ما الإخوة كاملين ما كان حتى شي خبر، هذاك هو اللي حيرنا شويه، لا اكرام ولا الاخوه. دونك نتمنوا ان شاء الله خير يا ربي، ونتمنوا لهم دعواتكم مع اكرام ومع الاخوه باش ان شاء الله يوقفوا معها ويكونوا معها في مقارب ان شاء الله، يديروا لها شي توبيل الخير. ونقول لكم تصبحوا على خير، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى اللقاء.